بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سوف ننجز production écrite حول موضوع le décrochage scolaire أو الهدر المدرسي، وسوف نشتغل عليه ب le plan analytique أو التصميم التحليلي. أول خطوة سوف نقوم بها هي أن نتعرف على le plan analytique وكيفية الاشتغال به. ثانيا سوف نطرح أو نعطي أمثلة حول أسباب ظاهرة لو ديكروشاج سكولير وأفكارا أخرى تتحدث عن نتائج هذه الظاهرة، ثم في الخاتمة إن شاء الله سوف نعطي حلولا لهذا المشكل. بالنسبة لي لانتروديكسيون سوف تكون على الشكل التالي: aujourd'hui personne ne peut nier que، يعني في يومنا هذا لا أحد يمكن أن ينكر أن، ثم نضع فكرة الموضوع هنا. est devenu de plus en plus dangereux dans notre pays، يعني قد أصبح أكثر فأكثر خطرا في مجتمعنا أو في بلدنا. donc quelles sont les causes et les conséquences de ce phénomène، يعني إذن ما هي أسباب ونتائج هذه الظاهرة. et comment peut-on le vaincre، يعني وكيف يمكن القضاء عليه. بالنسبة لي لو ديفلوبمون أو العرض سوف يكون مقسما إلى قسمين: الفقرة الأولى سوف تتحدث عن ليكوز أو أسباب الظاهرة، والفقرة الثانية سوف تتحدث عن النتائج. بالنسبة للفقرة الأولى سوف تكون على الشكل التالي: il est incontestable que la situation résultant de est aujourd'hui plus alarmante compte tenu de ces multiples causes dont je cite. يعني لا جدال في أن الوضعية الناتجة عن، وهنا نضع الموضوع، قد أصبحت في يومنا هذا تنذر بالخطر أخذا بعين الاعتبار أسبابها المتعددة التي أذكر من بينها نقطتان: premièrement cause 1 en plus cause 2 et enfin كوز 3. يعني أولا نضع هنا السبب الأول أون بليس، يعني بالإضافة إلى هذا السبب الثاني، وأخيرا السبب الثالث للظاهرة. بالنسبة لي الفقرة الثانية التي يعني يحتويها لو ديفلوبمون أو العرض سوف تتحدث عن لي كونسيكونس أو النتائج. كونتو كونسيكونس دو، يعني فيما يتعلق بنتائج الظاهرة. Ils sont assez variés et dangereux et parmi lesquels je note premièrement، يعني هي أيضا متعددة وخطيرة، وأذكر من بينها premièrement أولا أضع هنا consequence 1 يعني النتيجة الأولى، deuxièmement consequence 2 ثانيا النتيجة الثانية، ثم finalement consequence 3 يعني أخيرا النتيجة الثالثة. بالنسبة لي لا كونكلوزيون أو الخاتمة سوف نعطي حلولا ونضع مثلا pour vaincre ce problème، يعني للقضاء على هذا المشكل، ثم نطرح بعض الحلول للظاهرة. إذن قمنا بالتعرف على le plan analytique أو التصميم التحليلي الذي سوف نشتغل به، والآن سوف نجمع بعض الأفكار التي تتحدث عن أسباب الظاهرة وبعض الأفكار الأخرى التي تتحدث عفوا عن نتائج هذه الظاهرة أو هذا المشكل. بالنسبة لي لكوز أو الأسباب قمت هنا بإعداد ثلاثة أفكار، ويمكنكم أيضا أن تزيدوا أو تضيفوا فكرة أخرى أو سببا آخر للظاهرة إن شئتم. فكرة الأولى: certains parents ne connaissent pas l'importance de l'éducation de leurs enfants، يعني بعض الآباء لا يعرفون قيمة أو أهمية التعليم بالنسبة لأولادهم. ils pensent qu'ils doivent quitter l'école pour aider à soutenir la famille، يعني يعتقدون على أن أولادهم يجب أن يغادروا المدرسة للمساعدة في دعم الأسرة. الفكرة الثانية: les parents décident de marier leur fille très tôt pour assurer leur avenir، يعني الآباء يقررون تزويج بناتهم مبكرا لضمان مستقبلهن.
et pour réduire leurs frais de l'éducation, surtout dans des zones rurales, يعني ونقص أو الخفض من مصاريف التعليم خاصة في المناطق القروية. نشهد هنا الزواج المبكر للفتيات. ولدينا أيضا il y a beaucoup d'étudiants qui pensent que l'école est une perte de temps. يعني هناك العديد من المتعلمين الذين يعتقدون أن المدرسة هي مضيعة للوقت et qu'ils doivent la quitter pour travailler et chercher leur avenir. يعني ويعتقدون أيضا أنهم يجب عليهم مغادرتها، أي مغادرة المدرسة travailler يعني العمل والبحث عن المستقبل. هنا طرحنا بعض لي كوز أو الأسباب. فيما يتعلق بلي كونسيكونس أو النتائج كذلك أضفت هنا ثلاثة أفكار، ويمكنكم إضافة أفكار أخرى إن شئتم. بالنسبة للفكرة الأولى، لو ديكروشاج سكولير بو أنجندري لانالفابيتيزم دون لا سوسيتي، ce qui augmente le taux de criminalité et de la drogue. يعني الهدر المدرسي يمكن أن يرفع من الجهل أو يعني الأمية داخل المجتمع، الشيء الذي يزيد في معدل الجريمة والمخدرات. ثانيا et on sait qui عفوا et on ce qui concerne l'obtention d'un emploi، يعني فيما يتعلق بالحصول على عمل جيد. Les décrocheurs peuvent trouver des contraintes، يعني المنقطعون عن الدراسة يمكن أن يجدوا عراقيل في يعني الحصول عن العمل، car le marché du travail cherche des gens qui sont diplômés، لأن سوق الشغل دائما يبحث عن أشخاص أو أناس لديهم شواهد ودبلومات. ننتقل إلى الفكرة الثالثة. Ceux qui sont en situation de décrochage scolaire souffrent d'un isolement social et aussi une dépression psychologique parce qu'ils trouvent que leur choix d'abandonner l'école a échoué. يعني هؤلاء الذين هم في وضعية الانقطاع عن الدراسة أو الهدر المدرسي يعانون من isolement social، يعني عزلة اجتماعية، وأيضا une dépression psychologique، يعني من ضغط نفسي، parce qu'ils trouvent، يعني لأنهم يجدون أن leur choix، أن اختيارهم ل d'abandonner l'école أو مغادرة المدرسة هو اختيار خاطئ. إذا هنا جمعنا الأفكار التي تتحدث عن أسباب الظاهرة، وكذلك أفكار تتحدث عن النتائج، وكنا قد تعرفنا على لو بلون أناليتيك الذي سوف نشتغل به. إذن الآن سوف ننسق ما بين الأفكار التي جمعناها وما بين لو بلون أناليتيك الذي اشتغلنا به من أجل أن يكون لدينا موضوع متكامل. بالنسبة للمقدمة، هذه هي الصيغة النهائية. الكتابة باللون الأصفر هي لو بلون أو التصميم الذي اشتغلنا به. فقط هنا أضفنا في الفراغ عنوان النص أو موضوع النص الذي هو لو ديكروشاج سكولير. بالنسبة لي لو ديفلوبمون أو العرض، كذلك في الفقرة الأولى التي تتحدث عن أسباب الظاهرة، الكتابة باللون الأصفر هي لو بلون أناليتيك أو التصميم الذي اشتغلنا به، وهذه هي الأفكار أو الأسباب التي تحدثنا عنها من قبل. كذلك بالنسبة لي لو ديفلوبمون في الفقرة الثانية التي تتحدث عن نتائج الظاهرة، اللون الأصفر كذلك هو لو بلون أناليتيك. فقط أضفنا ثلاثة أفكار التي كنا قد تعرفنا عليها، وهذا هو الصيغة النهائية لي أو هذه هي الصيغة النهائية للموضوع. ننتقل إلى لا كونكليزيون أو الخاتمة. يمكنكم أن تعطوا أيضا حلولا إن شئتم. أنا هنا أضفت حلا ويمكنكم إضافة حلولا أخرى، مثلا pour vaincre ce problème، يعني للقضاء على هذا المشكل. Le gouvernement et les parents doivent encourager les enfants à poursuivre
leurs études en insistant sur la valeur de l'éducation. يعني الحكومة أو الدولة والآباء يجب عليهم تشجيع أبنائهم على متابعة الدراسة بالتركيز على قيمة التعليم. هنا كما رأينا الكتابة باللون الأصفر هي فقط البلون أناليتيك أو التصميم الذي اشتغلنا به، وهنا يمكنكم أن تضعوا فكرة ما تتحدث عن الحلول الممكنة للظاهرة. إذن هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو، أتمنى ألا أكون قد أطلت عليكم. شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.